Consider a thin plastic rod bent into an arc of radius r and angle alpha. The rod carries uniformly distributed negative charge minus q. What are the components Ex and Ey of the electric field at the origin? Follow the standard four steps. لو هناخد شريحة ونحدد حدود التكامل ونكامل لغاية ما نجيب الـ Ex والـ Ey. طب الشريحة بتاعتنا هيكون عليها dQ اللي هي لمدة في dS. اللمدة هتساوي الشحنة على الطول اللي هو r في ألفا. الـ dx أو dS هتساوي الـ r في d ثيتا طبعا، وهيكون هنا كده ثيتا الحتة دي ثيتا، وطبعا الجزء الصغير ده المحصور هنا دي ثيتا، نقول كده اهو مثلا الحتة دي دي ثيتا، ويبقى ادي الحتة بتاعتنا اهي محصورة دي ثيتا على زاوية ثيتا. طب الدي اي بقى بتساوي ايه؟ الدي اي هتساوي كي في دي كيو على r تربيع اللي هي المسافة الثابتة اللي هي r، وبالتالي هتساوي k. قلنا ال dq بتساوي لمدة اللي هي q على r الفا في ال ds اللي هي r d ثيتا على ال r تربيع. اقدر اشطب ال r مع ال r، تبقى كي كيو على الفا ار تربيع، كل دي ثوابت في الدي ثيتا. طب لو احنا عايزين الدي اكس الدي اي اكس والدي اي واي ونكمل كل واحد، طبعا ده هضربه في كوساين ثيتا يبقى ماينس، لان الشحنة سالبة، هيبقى كي كيو على الفا ار تربيع في تكامل، ساعتها بقى يبقى الاي على طول كوساين ثيتا دي ثيتا، وخلاص هنا هيبقى اي اكس، وهنا هنخليه اي واي، ونحط حدود التكامل من صفر الألفا، وهنا هيبقى ساين بس ماينس برضو تحت كي كيو على ألفا آر تربيع تكامل الساين ثيتا من صفر الألفا. التكامل ده ماينس كي كيو ألفا آر تربيع تكامل الكوساين ماينس ساين، لأ ساين ثيتا من صفر لألفا، يعني ماينس كي كيو على ألفا آر تربيع ساين ألفا. ده الماجنيتيود، والماينس لأن اتجاهه كده. هنا هيكون كي كيو على ألفا آر تربيع تكامل الساين ماينس كوساين ماينس، هنا في ماينس، ماينس كوساين ثيتا من صفر لألفا، يعني ماينس كي كيو ألفا آر تربيع ماينس كوساين ألفا وماينس واحد، ماينس ماينس يبقى بلس واحد، يعني ممكن أقول ماينس كي كيو على ألفا آر تربيع في واحد ماينس كوساين ألفا. لو حطيت مثلا، هو بيقول لي show that your result is reasonable، فخلينا نقول مثلا لو حطيت
الثيتا 45 درجة، هيبقى هنا ساين 45 وهنا 1 ناقص كوساين، لا 90 درجة آسف، ربع دايرة يعني. فساين 90 بواحد، وبالتالي الإكس هيكون القيمة دي المفروض واي زيها، فلو حطيت ده 90 كوساين 90 بصفر فيطلع واحد، فيبقى ده قد ده. ففعلا لو ربع دايرة بقى نفس الشيء. طب لو نص دايرة، نص دايرة مفروض يبقى الإكس بصفر، ساين 180 فعلا بصفر، ده راح، لكن اتجاه الواي لا موجود، هيبقى واحد ناقص ناقص هيبقى اتنين، هيبقى ضعف الكلام ده، لأن ربع دايرة قيمة نص الدايرة نفس القيمة. فانت ممكن تعوض مرة قلنا بكام؟ ب90 ومرة ب180. خلينا مثلا لو حطينا 360، ساين 360 بصفر، فما فيش أي الكتريك فيلد جوه، هي نفس الشيء، كوساين 360 زي كوساين الصفر، فده راح، فبرضه يبقى بصفر. فممكن تعوض بقولنا يعني ب90، 180، 270، 360 عشان تطلع قيم ريزنبل تتوافق مع اللي احنا طلعناه.